الفواكه الجافة، وإن ولجت بعض دول العالم حديثاً إلا أن قدمها من قدم تواجد الإنسان. لحفظ المؤن لمواسم النقص والحاجة، كانت الحضارات القديمة تقوم بتجفيف فواكه من خلال تعريضها لأشعة الشمس لتتبخر السوائل منها، ما يؤدي إلى انخفاض وزنها فيصبح من السهل نقلها. في أيامنا هذه يتم إجراء عملية التجفيف صناعياً في أفران كبيرة، حيث تضاف المواد الحافظة للفواكه بالإضافة للألوان والمنكهات، كل هذا بهدف إطالة عمر الفواكه الافتراضية وجعلها أكثر جاذبية للعين، وهو ما يقف عنده الزائر للأسواق وما تعرضه المحلات مما لذ وطاب من هذه المنتوجات. فمس حنا عندنا في الجزائر حنايا دوك نخدموا البرقوقه، ويخدموا رمضان ويخدموا الزبيب تاع معسكر هاك الراح. وكيما الفواكه هذو ما يجيبوها من اسبانيا، من اسبانيا هذه اللي تسمى سبيسياليست واحد تمايا، كيما تشوينا كيما الكيوي، وما كاين عمر بزاف ماشي حنا ما نجيبوهمش، كاين الناس اللي ما تعرفهمش، ما انا ما نعرفهمش. كاين اللي فاكهه تجي شغل ورد مال، دوك حنا تمشينا باكزو كيما شويه حبملو شويه تفاح، كاين الناس اللي دي حاجه قليله هكذا ديكورو بهم. واش ني هادو ما اللي يدوهم لازم شغل يرشوهم شويه ما زهر ويفوروهم يطراو شويه، ما يديرهم داخل البرقوقه حاش كون نديرهم ديريكت هكذايا يجوا شويه يابسين. هذه كيفاه ينصح باكل الفواكه المجففه قبل القيام بنشاط بدني او في حال انخفاض مستوى السكر في الجسم، لاحتوائها على تركيز مرتفع من السكر بحيث يمكنها من توفير الطاقه الفوريه، كما انها غنيه بالالياف التي تحارب الامساك وتعزز النشاط المعوي السليم. ولكن من المهم للمصابين بالامساك القيام بشرب الماء بعد تناولها، هذا وتعتبر الفواكه المجففة غنية بالمعادن مثل الفوسفات، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامين ألف وباء، الحديد والأحماض الدهنية. ومن الممكن أيضاً أن تكون مصدر طاقة بديل وأفضل بكثير عن الشوكولاتة والحلويات لمن يعانون من نقص الوزن. وعند تناولها مع المكسرات بصورة مدروسة يمكنها أن تكون وجبة خفيفة ومغذية، لذا نجد ربات البيوت يحضرنها على شكل تحلية أيام رمضان مع إضافة منكهات أخرى كالقرفة وفي بعض الحالات الفانيلا أو ماء الورد. جاتو هي نورمالمون تستعمل في لي جاتو باش تعطي لودور لهذاك الجاتو فيها. حتى كاين راهو يستعملو حتى في الحمام. انا ما نديرهاش في الحمام، انا جو بريفير المزهر، ويكون مزهر مزهر يعني مزهر فوالا باش يعطي لودور تاعو يعني فريمون تاع اللحم الحلو. مي فاني ديرو في اللحم الحلو انا جو سوي كونتر. كيما باكزو كاين المرقوقه اللي يديها كاين اللي ياكلها خضراء مليحه يقول لك فيتامين، كاين حتى الميت حنا الاطباء راهم يجيو يقول لك حنا ناكلو يدوب زياده كنا مع اصبع ثلاثه حبات اربع حبات هكذا، يقول لك دواء مليحه توجد تمشي يركب شويه حاجه ما هنا. مي دوك التفاح ومرات هذو ما الحلو، قلت لك واحد اللي دي باسي 40 سنه لازم يروح وحده وحده، ما لازمش يكثر منهم شويه، نقولوا غير الانسان رمضان يكون يتشهى في حاجه ولا هذه. أثناء عملية إنتاج الفواكه المجففة قد تتم إضافة ثنائي أكسيد الكبريت لتعزيز لونها، ما قد يتسبب للذين يعانون من مشاكل مزمنة في التنفس بنوبات ربو أو التهاب في الشعب الهوائية. كما أن عملية التجفيف يفقد الفواكه فيتامين سي الموجود فيها، ناهيك عن أنها غنية بالسعرات الحرارية
بالنسبة لوزنها، وتصل كميتها إلى ما بين 5 إلى 7 أضعاف الكمية الموجودة في الفواكه الطازجة. ليبقى أفضل خيار لاستهلاك الفواكه المجففة هو ذلك الذي يأخذ بعين الاعتبار جودتها والكمية التي يتم استهلاكها.